شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ وياكم عبد الله. اليوم عندنا فيديو ضخم، فيديو عن 5 العاب ضخمه راح نشرحها بهذا الفيديو. طبعا راح اشرح عن هاي الالعاب وهل تستاهل نجربها وهل تستاهل ناخذها ويانا للسنه الجديده ونستمتع بيها، وراح نشرح عن شنو معنى بيتون وشنو البالانس بين هاي النظامين، هل موجود بهاي اللعبه او لا الى اخره. فخليك ثابت واشترك بالقناه وحط لنا لايك وخلونا نبدي. نجي على 5 لعبة واللي هي لاين ايج دبليو. طبعا هاي سلسلة مختلفة عن سلاسل لعبة لاين ايج من شركة ان سي سوفت الكورية. احب اقول لك انه هاي اللعبة فري تو بلاي، مبروك، بس هاي اللعبة فري تو بلاي بشكل بطيء جدا. شوف، هي سونيك بس ريالايت، يعني بالحقيقة اللعبة بطيئة بالفري تو بلاي، تقدر تلعب يعني تستمتع بالفري تو بلاي، بالاضافة لان الجيم بلاي بطيء. عندك مود البي في بي اللي هو يكون لاعب ضد لاعب. هاي اللعبة تحتوي على المود، مو على شكل شيء يعني منفصل مثل الارينا، لا، راح يصير مدمج ويا العالم. مثلا انت تروح تمشي، فجأة يروح عندك السيف زون، يعني علامة السيف زون لازم موجودة حتى تأمن انك ما راح تنكتل من اللواعيب اللي ضدك. اللواعب ضدك اغلبهم حيتان، حيتان يعني يدفعون مبالغ 10 لا 20 لا 3000 دولار او 1000 دولار، بس حتى يتربعون على عرش البي في بي او يكضون هاي المنطقة اللي بها اللواعب. طبعا هاي اللعبة الوحيدة اللي بحثت عنها هواي فما لقيت معلومات، بس الحسنة الوحيدة ان بهاي اللعبة انها free to play مو الوقت الطويل. يعني طبعا اول ما تبدأ اللعبة تحس النظام كلش اوتو، اللعبة يعني اوتو باتل، اوتو يعني تحكم، بس بالبداية هاي مجرد تدريب، بعدها راح ينحذف هذا النظام وتبدي تلعب على راحتك يعني free. اول شي هذا الجزء الثاني من اللعبة، عندك هاي الشركة اللي اسمها نيت ماربل، سيوف طعنة او قدر بظهور اللواعيب. نجي على نظام القاشة اللي بهاي اللعبة على حسب كلام اللواعيب والاراء. هنا نظام القاشة جدا فظيع والبتي مو مضمون 100%. طبعا اليونت مو مهمة اكثر من الاسلحة، الاسلحة يعني الليجندري، اذا طاح لك ليجندري افضل من اليونت بهواية. بالاضافة الى هذا كله مود البي في بي على شكل ارينا يعني منفصل، هذا يعني من هسن انحرمت من عدة، لان بالفعل اكو لواعيب او لواعيب حيتان موجودين بي حاليا مسيطرين عليه. فانت بكيفك، شو تقول جرب هاي اللعبة لو لا؟ طرشن امباكت او جينشن امباكت، طبعا انا ما عندي مشاكل ويا جينشن، بس اللعبة شوية يعني رادلها دوخة راس قبل لا تدخل تلعب. مثلا طبعا اللعبة تحتاج من اللاعب مهارات او معلومات اضافية قبل لا يجي يلعب. مثلا انا اريد اصرف البريمو جيمز على شخصية او بانر معين، يعني مثلا هاي الشخصية اللي راح تطلع لي هل هي مضمونة او هل راح تطلع لي يعني انا ضامنها، هل هاي الشخصية مفيدة لي وين راح استخدمها، الكونسليشن مالها سهل لا، ويمتى تظهر ومتى ظهور البنر، وهل اجمع لهم او لا، يعني معلومات راد تبحث عنهم قبل لا تلعب هاي اللعبة. تقول لي ايه هاي اللعبة ما بيها حيتان، شاو الكونسليشن ما حاطينه لابوي، غير ابو الحيتان موجودين هنا، يعني يريد يحصل جميع الشخصيات بس حتى يعني هيك يحطن، بس خليه هيك وبس يلعبين هيك، يعني ماكو سم لا اقصى درجة. What the fuck. عندنا لعبة اودن فالهالا من شركة او من استوديو لاين هارث الكوري. طبعا هنا عندنا نسخة كورية مجربة من قبل لواعيب العالم الثاني. هاي اللعبة كوبي بيست بين بلاك ديزرت ولاين ايج 2. شلون لعبتين عليهم سمعة مو زينة، هي هاي اللعبة موجودة عندك. طبعا اللعبة عبارة عن اوتو باتل، اوتو موفينج، يعني بس انت واقف وتباوع
وحجمها 11 جيجا اللي قلت لك، يعني ما تقدر تسوي اي شيء باللعبه. هذا هو ما اقدر اضيف بعد. نجي على اخر لعبه بهاي القائمه واللي اسمها نوح هارث. ما ادري شنو يقصدون بهذا الاسم. اللعبه مطورينها نفس مطورين لعبه دراجون راجا. دراجون راجا من اسوأ الالعاب البي تو وين، يعني من حيث كل شيء الصراحه يعني. واللعبه هنا مثل ما قلدت بدراجون راجا قلدت لايف افتر، هنا جاي تقلد جنشن. ما بيها تناسق بالجيم بلاي، ما بيها تناسق بالفويس اكتر، ما بيها تناسق بكل شيء الصراحه يعني. حتى المطورين، شوف المطورين شو يقولون، ما واثقين من نفسهم انه هاي اللعبه بيها بالانس بين فري تو بلاي والبي تو وين. لا يرد له والله نريدها تصير ديفرنت عن جنشن امباكت. يعني اكو جواب هيجي واحد يجاوب، حتى هذا مو جواب. زين بالله تعال انت شنو قصدك بكلامك؟ يعني جنشن بيها حيتان وبيها يعني بي تو وين؟ شكرا لك صديقي لانك وصلت لهاي الدقيقه. فانت شو تقول؟ يعني تستاهل هالالعاب انك تاخذها وياك للسنه الجديده او تنزلها وتجربها؟ فبقت يمك هاي. طبعا وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يعجبكم الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك. مع السلامه.